الرحمن الرحيم. أنا يوسف أحمد خشبة، مدرس جراحة التجميل في كلية طب جامعة القاهرة قصر العيني. بتكلم النهاردة من خلال حضورنا للمؤتمر 49 للجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح. المؤتمر النهاردة كان فيه مواضيع كتيرة قوي مهمة. هتكلم النهاردة عن موضوعين منهم. واحد من الموضوعين دولت كان بيتكلم عن التوعية، عن أهمية إصابات الماكسيلوفيشيال، الإصابات اللي بتيجي في الوجه والفكين نتيجة الموتور بايك أكسيدنتس. إصابات الماكسيلوفيشيال ديت إصابات سيريس، بتحتاج للعلاج بتاعها مكان مجهز لعلاج هذه الإصابات، بتحتاج تكلفة عالية، بتحتاج مدة طويلة للعلاج وللتعافي بعد العمليات، وهي بتصيب شباب. الشباب دولت معظم اللي بيجي في الحوادث ديت بيكون من الولاد والذكور واللي في سن تحت 40 سنة. فدولت they are the main work force في أي دولة، وهم دولت اللي بيشكلوا عماد أي economy. وعلشان كده لازم ان احنا نهتم بهذا النوع من الإصابات. لقينا في دراسة عملناها في القصر العيني ان تلت إصابات الوجه والفكين، تلت الكسور اللي بتحصل في الوجه والفكين بتكون نتيجة عن حوادث الموتوسيكل. الموتور بايك أكسيدنس دولت ما هياش حاجة بسيطة. عدد العربيات الموتوسيكلات المسجلة في الدولة بالملايين، ده غير الموتوسيكلات الغير مسجلة والإصابات اللي بنشوفها بالآلاف والحوادث اللي بنشوفها بتحصل كل يوم في كل أنحاء الجمهورية. علشان كده مهم جدا ان احنا نهتم بحاجة زي كده، ونهتم بالتوعية بأهمية ارتداء الخوذة او أهمية الالتزام شوية بقوانين المرور وبقواعد المرور للمحاولة من حد حجم هذه الإصابات وهذه الوفيات اللي بتنتج من هذه الإصابات. الموضوع الثاني اللي هتكلم عنه النهاردة كانوا بيتكلموا على الجلوتيل شيبينج، وده موضوع مهم وموضوع بدأ يبقى عليه تركيز في الميديا العالمية ويبقى عليه تركيز في بلادنا العربية. والمشكلة ان الموضوع دوت مع انه هو موضوع بسيط بيتعمل عن طريق حقن الدهون، نسحب الدهون من مكان ونحقنها في المكان دوت، ولكن للأسف لقوا ان في نسبة مورتاليتيز بتحصل نتيجة الفات امبوليزم، ونتيجة ان الفات بيبقى ترانسلوكيتد للفينز في المنطقة اللي بتتحقن فيها ديت. وعلشان كده بدأ يتحط جايد لاينز كتيرة تقلل من هذه الوفيات. من اهم الجايد لاينز ديت ان احنا نلتزم بالحقن سوبرفيشال للمسلز. الجلوتيال ماسلز لو حقنا ديب ليها او حتى وذين الماسلز بنزود بكتير جدا الخطر من حصول الفات امبوليزم، واللي في كتير من الاحيان بيكون حاجه فيتال. ده الموضوع التاني اللي كنت مهتم اتكلم معاكم فيه. شكرا جزيلا.